السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله هنأخذ أوفر فيو على الكورس بتاعنا اللي هو اقتصاديات أدب القدرة ووثوقيتها باور سيستم ايكونومكس اند ريلايبلتي. طبعا بالنسبة لنا احنا الترجمة الحقيقية للكورس هي باور سيستم ايكونومكس أو الاقتصاديات أنظمة القدرة. اقتصاديات أنظمة القدرة علم يربط ما بين الاقتصاد والطاقة. طبعا زي ما قلنا نحن ان ما فيش مش من غير المجدي انك انت تدرسها كعلوم منفصله سواء الاقتصاد او الطاقه. من غير المجدي ان الواحد يدرسها كعلوم منفصله ضروري تدرس تاثير كل واحد على الثاني. علاوه على ذلك انت في اثناء التشغيل لمنظومات القدره او اثناء مثلا التمديد بتاعها والبلاننج بتاعها ضروري تاخذ الاقتصاد كعامل مهم جدا في الاعتبار. اي نعم لو ان عندك انت سفشن بادجت مثلاً لقيت إن الموضوع يعني doable with your existing budget ما فيش مشكلة، فبالتالي مش هتقدر already مش هتقدر تبدأ تعطي العامل الاقتصادي مش هتقدر تعطي له أهمية كبيرة. مثلاً في design design of distribution system wiring system تاع البيوت هذا يعني design of machines design of مثلاً يعني سكشن سيستم وهكذا عاده يكون في المفهوم الديزاين يكون الايكونوميك او الاقتصاد يكون عامل اقل من عوامل السكيورتي والريلايبيلتي. ولكن في التشغيل بالذات في الاوبريشن تاخذ الاقتصاد كعامل اول بالنسبه للتشغيل. تمام. طبعا زي ما قلنا نحن ان اول بادره توصل للطالب او يستقبلها الطالب او يسال عليها الطالب الا وهي ليش احنا ما نخلوش 100% renewable ونتريحوا من استهلاك المحروقات وتقعد الحياه ورديه بالشكل هذا وما فيش بالبيئه وامورنا تمام؟ لا، هذه ماهيش اول حاجه، ماهيش رؤيه منطقيه اطلاقا. لان زي ما قلت لك انت اذا كان هي بلد بالنسبه لبعض الدول في ايام معينه مش بالضروره انه يكون التارجت بتاعك انك انت تخلي 100% renewable، لان في لهن حتى هن تبين ان في لهن تاثيرات حتى هن على البيئه. علاوه على ان هي الموضوع بتاعها بيكوز اوف سستينابيلتي الاستدامه بتاعها. يعني انت لو بحثت ان عندنا في ليبيا احتياطي الناتشرال جاز 46 سنه بينما الشمس او كمصدر للطاقه قاعده ديما مستدامه. فبالتالي ان نقلبوا نحن على سي اف بي في ليبيا مثلا بالنسبه لنا نحن احسن، والله احسن بواجد، حتغطي ليبيا بكامل يعني بأحمال الليبية وظل وحيفضل منها طائر ونصدره للخارج. ولكن زي ما قلت لك انت ان التنوع في التوليد او التنوع في وحدات التوليد او التنوع التوليد من التكنولوجيا الى تكنولوجيا ثانيه حيزيد من قيمه الريلايبلتي بتاع الشبكه بتاعك. لانك انت قد يكون عندك ايام او حاجه بالنسبه للانرجي ستورج وهش متقدم بالكيفيه انه يقعد الرينيبل سيستم completely flexible نفس الثيرمال او الثيرمال باور بلانت. الثيرمال باور بلانت اللي عندنا احنا هذين الثيرمال باور بلانت المين بوينت بتاعها flexibility. flexibility كيف؟ يعني مثلا تعطيك مثلا hundreds of megawatts in a few minutes او in few hours خلينا نقول مثلا في الحد الاسوء few hours في الحد الاسوء تعطيك hundreds مئات الميجاوات في ساعات قليلة في الحد الأسوأ لمرات في نص ساعة تضطر لك لو أن الكنترول سيستم بتاعها مصمم بطريقة رائعة. بينما الريليبل ما عندهمش الخاصية هذه. لو يقول لك نقدر نرقي وننزل الحمل بتاعها يقول لك وات اكستنت، يعني هل تقدر تخليها فليكسبل نفس الكونفشنال نفس الثيرمال باور بلانت بنفس الكيفية بالضبط؟ خلاص معناها حلت المشكلة، استدامة بالإضافة إلى فليكسبلتي خلاص. ولكن هي مش هيك، لا ابدا هي مش هيك اطلاق. هي ما زالت الثيرمال ما زالت هي عندها فلكسبيلتي مور ذان الرينيوبل. طبعا احنا عندنا الاحمال اللي عندنا في ليبيا 3.5 جيجا وانتم عندكم هنا 3.5 جيجا تقريبا، هذه الاحمال عاديه جدا مقارنه بالاحمال اللي موجوده في الصين او في بريطانيا او في المانيا. فانا نحكي عن مشكله من وجهه نظر جلوبال، مش نحكي انا بس على 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 وطني اما انا بس ولا كذا، بنحكي عليها من وجهه نظر جلوبال. علاوه على ذلك زي ما قلنا نحن ان لو قلنا نحن مثلا بالنسبه لنا نحن هنا في الاردن مثلا السي اس بي انا نشوف فيها تقنيه تغطي لك الاردن بالكامل،
لو ان مثلا عندنا مثلا اربع محطات تي اس بي نقدر مش اربعه خليهم سته تمام او خليهم سبعه سبع محطات تي اس بي كل واحده منهم 500 ميجا وات الريتنج بتاعها تغطي البيك لود بتاع الاوردر بدون اي مشاكل ووزعها في مناطق بحيث انه يكون في السولار راديشن اعلى ما يمكن وقلنا التي اس بي هن بحد ذاتها فليكسبل وات اكستنت انها فليكسبل يعني تمام لان فيها سولار وثيرمال ولكن حتواجه مشاكل معينه حتواجه مشاكل في الانرجي ستور سيستم هل هو يخلي فيها فليكسبلتي نفس الفليكسبلتي بتاع النيتشرال جاز اللي موجود عندك نيتشرال جاز باور بلانت هل لو ان عندي فائض من الطاقه الشمسيه هل يستوعب الانرجي ستور سيستم وانا اضطر اني انا اصدر لدول الجوار اللي كيف مصر والسعوديه وسوريا هل عندي ربط انت كونكشن سترونج انف ان الفائض نبدا نبدل فيه في الخارج والله الفائض يسبب لي مشكله في الاستابيليتي داخل الشبكه بتاعي ونقول يعني الاحسن ان النيتشرال جاز فعندك انت العديد من وجهات النظر انك انت بتخلي الكوست صفر ما تخليش هذا المبدا بتاعك خليك انت اجمع ما بين الوثوقيه والايكونوميك اجمع ما بين الاستمراريه في التشغيل كونتينيوتي اوف سيرفيس والاقتصاد في نفس الوقت هذا وجهه نظري اللي انا توصلت لها بعد نقاش مع العديد من الزملاء والباحثين في المجال هذا لقينا ان تعتمد على الكونتري تعتمد على البلد ووضعه الحمل اللي فيه ومصادر الطاقه الطبيعيه او الطاقه المتجدده اللي فيه بالاضافه الى قوه ربط الشبكه بتاع المحليه بتاع هذه مع شبكات الجوار في حاله ان عندك فائض للرينيبل هل حتصدره وهل حيتقبلوه منك ثم اصلا مرات يقول لك ما عندنا ما نبوش ما انرجي تريدنج مش بالغصب تخش في ترانزكشن معاه تقول انا ببيع لك جزء من الطاقه كذا اذا بعطيه اوفر انت معين لانك انت مضطر في الحاله هذه لانك انت مضطر انك تصدر للخارج كيف ما صار من قبل في المانيا قعدوا فتره بسيطه 100% رينيبل مش فتره يعني فتره ممكن فيو دايز وقعدوا يصدروا للخارج باسعار بهيده طبعا الالمان قوه ربط الشبكه بتاعهم مع الجوار جواره هذه خياليه جدا يعني خلق منا يعني حاجه فيري افشن فبالتالي نحن هل شبكاتنا سترونج انف هل نحن عندنا كنترول سيستم فعلا قادر انه يخليها فليكسبل نفس الثيرمال بلانت هل نحن عندنا الانرجي ستور سيستم بتاعنا كافي انه هو يخليها فليكسبل نفس الثيرمال بلانت اذا كانت المانيا في حد ذاتها في ما زال فيها فحم ما زال فيها محطات فحم ويشتغل اليابان ما زال فيها محطات فحم ويشتغل هذوما هم يعني الناس اللي متقدمين في التكنولوجيا هم التوب تكنولوجيا اليابان امريكا المانيا بريطانيا استغنت عن الكول ولكن النيتشرال جاز ارتفع شويه تعاد اكثر من 30% من القدره الموجوده فيها نيتشرال جاز هذوما هم الورد ليدر في مجال الباور ما زالوا يستخدموا في الفصل فيول مش من فراغ لان لقوا ان العمليه تكون كوبرتيف تعاونيه ما بينها وبين الرينيبل مش ان نخلي الموضوع دائما يعني التارجت بتاعي رينيبل هي رينيبل مش عشان رينيبل في حد ذاتها هي بالهذا اثرات سلبيه على البيئه بسيطه وان كانت مشكله في الفوسل فيول ولكن الغرض الاساسي الاستدامه سستينابيلتي الاستدامه للمصادر الطاقه المتجدده فبالتالي نحن على طول خلينا نحكي لك بس الموضوع هذا على اساس انه نبرر ليش نحن ما زلنا مضطرين للموضوع هذا فالاضطرار للفوسل فيول مش عيب بالعكس انت لو انك انت خلي التارجت بتاعك مش رينيبل خلي التارجت بتاعك كونتينيوتي اوف سيرفيس وذ مينيموم كوست حول التارجت بتاع 100% رينيبل هذا وخلي هذه من وجهه نظر شخصيه وخلي التارجت بتاعك كونتينيوتي اوف سيرفيس وذ مينيموم كوست خلاص حتى حترتاح في الحاله هذه ومش حتقعد متعصب لجهه معينه او لتكنولوجيا معينه مش بالشكل هذا هي تقدر لا ان يكون الغرض الاساسي هو استمراريه الخدمه مع تقليل التكلفه الى الحد الادنى استمراريه الخدمه مع تقليل التكلفه الى الحد الادنى تمام في عندنا نحن احتمالات واجد للتشغيل طبعا خلينا تو نديروا شير للسلايد بس بعدين انا حنحكوا نحن على موضوع الموضوع هذا بتاعنا اللي هو
الاقتصاديات القدره من وجهه نظر رياضيه. شايفين السلايد صح؟ اه دكتور شايفينه. تمام. نجي نحن بدينا قرينا نفس الكلام هذا المحاضره اللي فاتت، ولكن اعاده القراءه له. And then this course we will study the war system from economics and finance point of view. It has been appreciated that studying the physics of the war system only is no longer enough for electrical engineers. في غايات أخرى من control system أو غايات أخرى من التشغيل. مش بس إنك توصل electricity للناس وهكذا. في غايات أخرى للتشغيل، غايات أخرى أقوى وهي التأثير الاقتصادي أو تقليل الأمثلة الاقتصادية. This course then focuses on the economics of the whole system at various stages, generation, transmission, distribution. These concepts are rooted from the basics of economics and mathematical optimization. طبعا احنا في هذا المواضيع بتاعتنا economic dispatch, unit commitment, basics of economics, markets of electrical energy, participating in the electricity market, system security and ancillary services. في newly added topic اللي هو basic concepts of whole system reliability evaluation. هنعطيه في النهايه ان شاء الله. وهذه المراجع بتاعتنا طبعا معظم الطلاب عارفين اني انا ما نعطيش من كتاب واحد بالعاده، نعطي من اكثر من كتاب، ننتقل من كتاب لكتاب على حسب ما يكون مبسط بالنسبه للطالب. حنوضح لك انا في كل سلايد، انت من حقك تقول لي مثلا هل السلايد هذه نكتفي بالسلايد ولا توسع للكتب؟ نقول لك انا اكتفي بالسلايد او مثلا توسع للكتاب الفلاني، او يا ريت انت تحل التمارين اكثر من كتاب كذا او كذا، تمام؟ طبعا زي ما قلنا نحن ان حنحتاج الى بعض التولز في هو يعني كمبيوتر تولز في البروجكت بتاعنا اللي هو باور وورد سيميليتر بالاضافه الى الماث باور. طبعا عندنا نحن بالنسبه لي حكيت لكم انا في المقدمه للبدري ان نحن ما زلنا محتاجين للفصل فيول بشكل او باخر. واذا كانت الدول المتقدمه ما زالت محتاجه لها مش بس لكبر الاحمال اللي عندهم، بل هم عندهم احمال كبيره وعندهم يعني عندهم رينيبل يغطي الاحمال هذه. ناحية الريتنج وهكذا يقدر يبنى ما فيش مشكلة. ومش عشان الويكنس اللي في الشبكة بتاعها، وإحنا شبكاتهم قوية جدا. سترونج انتر كونكشن بينهم وبين دول الجوار. وإنما لزيادة السكيورتي والريلايبلتي في الشبكة، يعني عشان تكون الشبكة موثوقية أكثر، استمرارية في التشغيل مع تقليل التكلفة إلى الحد الأدنى. تمام؟ وبعدين موضوع الإمشن هذا ما هوش موضوع كبير واجد يعني. يعني تقدر تخلي كول فاير باور بلانت ولا جاز فاير باور بلانت وتزيرو إمشن. تقدر أنت تخليها وتزيرو إمشن. بعض الطرق الحديثه في الهندسه الكيميائيه الكربون كابتشر اند ستور يخلي لك زيرو ايمشن، تبدا تسمع في صوتها بس، لا تحب دخان ولا تحب انبعاثات ولا شيء. ليه خلاص معناها تحلت مشكله ما عادش عندنا مشكله احتياطي الغاز والحاجات هذينا، ما زال احتياطي الغاز ما زال يسع الجميع ويسع الاجيال القادمه وما فيش مشكله. يبقى خلاص يبقى ما زلنا يعني ما نقولش نقدر احنا مصرين على تكنولوجيا معينه بس التوليد التنوع في مجال التنوع في وحدات التوليد من تكنولوجيا الى ثانيه يعطي استمراريه في التشغيل بشكل احسن ويعطي كذلك يعني تقدر تخلي التكلفه الى الحد الادنى وتقدر ممكن انك تبني البنتريشن على الرينيبل انرجي وتصدر للخارج في استراتيجيات واجهه للتشغيل يعني تقدر انت تحكم بين الشبكه بتاعتك. بل حتى في بريطانيا في مدونه الشبكه بتاعهم في الجريد كود بتاع بريطانيا الجريد كود اللي هو مدونه الشبكه البريطانيه مقسمين الديوتي ما بين الكول والناتشرال جاز في حاله خساره حمل معين مثلا ادى الى انخفاض الفريكونسي الى 48 هرتز مثلا حتعطي الكول برايمري ريسبونس within half an hour وبعدين السكندري ريسبونس تعطيها النيتشرال جاز. فهم مقسمين بيناتهم بحيث انه صار عندهم الامرجنسي كونديشن هاب. قسموها بين من ومن؟ بين الكول والنيتشرال جاز. هل جابوا سيره رينيبل؟ ما جابوهاش. لان هذين حاجات امرجنسي، لو انك انت عبيت بتبعد ريلاينج اونلي اون رينيبل مش حيقعد كل وحده تخرج في الجرس الثانيه وحيصير كومبليت كولابس للسيستم بس من امرجنسي كونديشن حدث ان اكسبكتد ايفنت صار ومنعني من اني انا نكمل السيرفس. وعارف انت لما يصير كومبليت بلاك اوت للشبكه تبي لك انت يعني مور ذان 24 اورز مش تردها شغاله بالكامل لانك انت مثلا شبكه بريطانيا 48 جيجا بتردها في ثواني ولا في دقائق لا تبي
تحتاج الى ساعات، كل مره تبقى كيف اللايف ستير، كل مره تبقى وتدخل المدينه لعنا يسكن بالكامل. فبالتالي الافضل اني انا اخليهم هنا الاثنين كوبرتيف مع في بيجن، ونحاول نقدر التكلفه الى حد الادنى. هذه وجهه نظري في هذا المجال هذا، وهي وجهه نظر العديد من الباحثين في المجال. وكذلك الكورس بتاعنا معتمد على الشيء هذا، يعني حتى اللي مؤلفين الكتب بتاع فاندمنتال بروسيس ايكونومكس مفترضين اوريدي ان الفوت فيول هذه موجوده وما عندناش لا غنى عنها. عندنا مثلا كل يونت والنيوكلير، النيوكلير طبعا طاقه خضراء ما فيهاش مشكله، ولكن النيوكلير في عندها مشكله في الايكونوميك ديسباتش او في التشغيل الاقتصادي، انك انت مش ما عندهاش الفلكسبيليتي بشكل كبير جدا، يعني you have to make it at maximum output steady at all time. You have to make it at maximum output steady at all time. لأن تغيير القدرة بتاعها يحتاج إلى يومين ثلاثة بحيث أنك تتغير الأوتبوت بتاعها. أي نعم في بعض الباحثين اللي من فرنسا ومن الام اي تي قدروا أن يخلوها somehow flexible، ولكن مش نفس الفصل الفيول، لا مش نفس الفصل الفيول. وأنا سألت البروفيسور من دولة بروس ولنبرغ مؤلف كتاب Power Generation Operation and Control، سألته قبل حوالي سبع سنوات هيك سألته، قلت له عن النيوكلير، قال لي هي هيك، قال لي هذه ما فيهاش اوبتمايزيشن بالكلري، ما ندخلش فيها في الايكونوميك ديسباتش اطلاقا. والراجل هذا يعني يشتغل في المجال بتاع الايكونوميك ديسباتش وكذا من السبعينات، يعني قبل ما نجي حتى انا للدنيا. فشنو زي ما قلت لك انتم ان الناس هذول ما وصلوش للديسيجن هذا من فراغ، يبقى ما يقعدش الهدف بتاعنا 100% ريليبل، يمكن الهدف بتاعنا استمرارية التشغيل مع الحد الأدنى من التكلفة، مع الحد الأدنى من التكلفة. فعندنا مثلا عندنا أكثر في ليبيا والأردن اللي هم يستعملوا في الكومبايند سايكل يونت. هذه الكومبايند سايكل يونت في حد ذاتها اقتصادية، حنجوها نحن في وقتها حندرس عليها، حتعرف إن هي أصلا التركيبة بتاعها في حد ذاتها اقتصادية، ولكن حندرس الموضوع هذا، حندرس لها تقنين رياضي كيف أنت تقلل التكلفة إلى الحد الأدنى. هذه مثلا ممكن انك تتبعها الرسمه هذه، مثلا انا الكول فحم داخل عن طريق الكول فيدر الى الكول بلفرايزر او طاحونه الفحم، يطحن الفحم ويفرغه عن طريق فورس الدرافت فان، يفرغه داخل الفرن. انا في اجنايتر يشعل الكول بودر اللي هو البودر، ما هو طحنها خلاها بودر، يعني يعملها اجنايتنج وتدخل الذهب هذا اللي تشوفه فيه او الكومبوزيشن، عمليه الاحتراق تبدا تسخن في الانابيب بتاعت البويلر. البويلر في عنده تو انبوت، الفيول اللي هو يخفي من هذا الفحم والووتر اللي هي جايتها من هنا. تبدا الووتر تسخن تدريجيا، اول حاجه تقعد في البدايه تسخن كولد ووتر، بعدها ساتوريتد ووتر، بعدها تقعد سوبر هيتد ووتر. هذين مصطلحات ثيرموداينامكس. سوبر هيتد ووتر يعني بخار جاف وساخن جدا محمل بالطاقه الحراريه. تحولت اول حاجه الطاقه الكيميائيه اللي كانت موجوده في برات الفحم بعد الاحتراق الى طاقه حراريه موجوده في الستيم. بعد الستيم هذا لانه قاعد تحت ضغط ودرجه حراره عاليه، يتم دفعها في التوربينات بعد فتح الصمام بتاع الانبوبه اللي قاعده في نهايه البويلر. تفتح الصمام حيندفع الستيم بالضغط ودرجه حراره عاليه، يتحول الضغط ودرجه حراره الى عزم وسرعه في التوربينه، فتتحول الطاقه الحراريه الى طاقه ميكانيكيه. بعدها هنا تتحول الطاقه الميكانيكيه عن طريق السينكرون جنريتور مع وجود الكابلينج فيلد واخذين مشينته، تتحول الى طاقه كهربائيه. تحول الطاقه الميكانيكيه الجايه من التوربينه واللي يدور فيها برايم موتور، يدور في السينكرون جنريتور مع وجود الدي سي، وجود الروتر اللي هو يعطي فلكس، يبدا يطلع في ملفات الستيتور ويشتت جهد الستيتور. لو ان الستيتور هذا كونكتد تو الجريد هتمشي الكتريسيتي في الجريد بدون مشاكل. وهي كانت في البدايه ذرات فحم، سبحان الله بدات تتحول شيئا فشيئا لعند وصلت للشيء هذا. فانت بالبدايه اصلا الكتريسيتي بتاعك مبني على الفحم اللي هو من مناجم الفحم، وفي اللي يستورد فيه من الخارج وهكذا. زي ما قلت لك انت كميه القدره اللي انت تعطي فيها تتناسب طرديا مع كميه الفحم. اي نعم احنا محتاجين ووتر عشان نعمله هيت ستابلايزيشن داخل البويلر، ولكن هي بين الميجا وات اللي طالعه مستخرجه بينني من الفحم، يعني او اسف الكوفلنت بتاعها كماده فحم. هذا في الكول فاير باور بانك. طبعا ولذلك هي سموها قدره فعاله، يعني ليش سموها قسموها قدره فعاله وفعاله؟
ريال واري أكتبور، لأن هي القدرة الفعالة ناتجة من المصادر الفعالة، المصادر الملموسة الموجودة في الطبيعة. ليش متولدة القدرة غير الفعالة؟ القدرة غير الفعالة متولدة عن طريق استهلاك في فرط الجهد potential difference within electricity within electrical system. ما فيش القدرة غير فعالة مش موجود، ما فيش لها ترجمة قدرة غير فعالة ميكانيكية أو كذا. لا، القدرة الميكانيكية فيها القدرة الكهربائية، فيها قدرة ميكانيكية horse power وهكذا، فيها قدرة حرارية وهكذا اللي هي ترجمتها عن طريق الانرجي بالجول وهكذا. ولكن القدرة غير الفعالة هي بالبار، هذه في الكهرباء موجودة عندنا نحن بس، اللي هي ناتجة من potential difference ما بين two points. مثلاً البحث ما بين صبعي هذا، تخيلنا بيناتهم transmission line والجهد اللي هنا أعلى، حتمشي الرياكتيف بور من الجهد الأعلى للجهد الأقل. هي ناتجة من potential difference أو من نظام الاستثارة excitation system اللي يتحكم في قيمة الجهد اللي موجود في الجنريتور. تمام. بالنسبة خلينا ننتقل طبعا نرجع الموضوع هنا. بالنسبة للناتشورال غاز عطلت الكمبريسور بدخل الناتشورال غاز بالإضافة إلى الهيت إنبوت يعني الكمبرشن. هنا الكمبريسور هذا أو غرفة الاحتراق تدفع الغاز بضغط ودرجة حرارة عالية إلى الناتشورال غاز تربين أو الغاز تربين اللي هو هذا. الغاز تربين يعني تتحول فيه الطاقة الحرارية الموجودة في الناتشورال غاز إلى طاقة ميكانيكية وبعدها تتحول الى طاقه كهربائيه عبر الجنريتور. طبعا لاحظوا معي ان الناتشورال غاز هذا يستقبل في ناتشورال غاز كومبوستد يعني غاز محترم، يعني يستقبل في لهب لهيب في طالعه، يعني المين اللي يستخدم في غاز محترق بدرجه حراره اعلى بكثير من الستيم تربين، اعلى من الستيم تربين، لان الستيم تربين يستقبل في الستيم مسخن بطرق يعني في ستيجز مسخن طريقة في البداية مسخن بالفحم بعد انتقلت الحرارة من الفحم عن طريق الأنابيب بتاع البويلر إلى الستيم، ولكن هذا نيتشورال غاز احترق ومشى دغري للتربيح. فنتوقع أن الإفشنسي بتاع نيتشورال غاز أو الغاز باور بلانت أعلى بكثير من الإفشنسي بتاع الكوديور. سواء هذا والله هذا ضروري تخلي التشغيل بتاعك اقتصادي. طبعا هذا الكلام اللي أنا حكيت عليه هذا هو رينيوبل إنرجي تكنولوجي alone is not able to satisfy the whole amount of load demanded by people. Then, fossil fuel power plants are still unavoidable and cannot be ruled immediately from the power system. Although they cost money for fuel preparation. Something must be done in order to make their operation for fuel consumption as economical as possible. This is what we know, or what is known as economic dispatch or economic operation of our system, which is an essential part we call it in the course. It is applicable, necessary, to thermal fossil fuel power plants for thermal fossil fuel units to reduce their operating cost to its lowest possible value. But it's not applicable, even impossible, to be done on nuclear power plants. طبعا جاوبنا نحن على السؤال هذا ان النيوكليير رياكشن مش تفاعل كيميائي، هذا عباره عن انشطار نووي. الانشطار النووي صعب انك انت ترفع يعني تتحكم في الثيرمال انرجي اللي طالعه منه، صعب جدا انك انت تتحكم في الثيرمال انرجي اللي طالعه منه، لان حتى كميه صغيره جدا من اليورانيوم تولد لك كميات ضخمه جدا من 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 القدره. تمام، تولد لك كميات ضخمه جدا من القدره، يعني ال1 جرام اوف يورانيوم يكافئ 3000 طن من الفحم. اكتبها المعلومات، 1 جرام اوف يورانيوم يولد لك نفس الطاقة اللي يولدها 3000 طن من الفحم. فكيف تتحكم انت في قيمة الطاقة؟ انت كيف تغيرها؟ يعني 3000 طن من الفحم فيه فلكسبيلتي انك تتغير كمية الفحم، ولكن هذا كيف تتغيره؟ امتى تتغيره؟ وكيف والكيفية اللي انت تغيرها بيها. تمام؟ الحاجة الأخرى عندنا هنا طبعا انا حندير اكزامبل هنا اللي هو شرحته انا من قبل. In practical power system the thermal in practical power system power plants are located at the same distance from the load center and their fuel costs are different. Simple example is illustrated. طبعا انا حنجوب نعمل illustration للاكزامبل هذا. نعمل أنا أعطيتكم المثال هذا من قبل.
بس نعاود نحكوا عليه. يعني هنا مثلا عندنا جنريتور وعندنا هنا ترانسميشن لاين، في هنا لود، في هنا جنريتور ثاني او باور بلانت ثاني. اللود اللي هنا مثلا 1000 ميجا وات، واللي هنا عندنا اليونت A ويونت B. تمام، عندي احتمالات واجد للتشغيل هنا. من تقريبا عاصم حكى لي عليه، حكى واحد من المحاضرة اللي فاتت، من يعطينا احتمال تشغيلي اقتصادي من وجهة نظره؟ عندنا نحن اي، عندنا نحن بي، بي و اي، وعندنا الحمل هذا قريب جدا من الاي. شنو الاحتمالات الاقتصادية اللي انت يعني ممكن تقول عليهم يغطى الحمل هذا بدون معرفة او بتخمين بس اليونت اي وبي ان هن الاثنين ثابتين؟ ممكن يكون كله supplied from A. هذا ممكن يكون كله supplied من A، يعني أنا A B. هذا يكون 1000 ميجاوات، وهذا يكون off zero. طبعاً احتمال هذا، طبعاً هذا هو الاحتمال الأقرب في حالة أنت ما عندكش معلومات. لكن لو عندك معلومات إضافية ان مثلا الـ A ما يقدرش يولد اكثر من 500 ميجا وات او 700 ميجا وات constrained. if A، انا مثلا A يولد اكثر من 700 ميجا وات، حيث عندي هنا احتمال هذا سيؤدي بي الى شنو؟ الى ان حقيقة هذه 700 حقيقة هذه 300 تمام. الاحتمال الآخر ان مثلا على سبيل المثال ان البي كول والاي ناتشرال جاز، الاحتمال الآخر ان بي مثلا هتبعد بي هذه كول يونت والA natural gas unit، ونحن عارفين ان الA يعني natural gas اغلب كثير من الكول. لقينا نحن ان تقسيم انه بحيث انه يكون مثلا 500 انسب او اكثر اقتصادية، فبالتالي هنا حيقعد الاحتمال بتاعي ان هذا يكون 500 الثاني 500 نتيجة لاختلاف نوع الفيول او لارتفاع الاختلاف في سعر الفيول. تمام؟ فقلت لي ليش مثلا البي ما خليتش بالكامل؟ ما هو ما دام ان الكول ارخص. ونقول لك لا، لو ان عندك بينالتي فاكتور بتاعنا، بينالتي فاكتور في اللوسز اللي موجوده في اللاين حتى لو ولدت عن طريق الكول، مرات تكون مع البينالتي فاكتور الموجود في اللاين معامل الجزاء الموجود في اللاين اللي هو موجود في اللاين لوسز خلاني اني انا نتجه للتوجهات. فعندك انت احتمالات واجد، ما تقدرش انت تقرر الا لما يكون عندك انت داتا كامله، لما يكون عندك انت يعني سمبلي يكون عندك انت معلومات كافيه على السيستمات. باهي نحن ليش سوا نحن ما نقللوهاش من ناحيه رياضيه، نعتبروها مشكله رياضيه، نعملولها ماتيماتيكال موديل مشكله رياضيه، نعملولها ماتيماتيكال موديل ونحاول نقللوا التكلفه داله التكلفه هذه الى الحد الادنى. بمعنى ان نحن عندنا داله تكلفه معينه، التكلفه هذه كيف تبي تديرها؟ عندك انت طرق واجد، كيف ما دام من قبل واحد من طلابي اسمه المهندس توا ما شاء الله منصور ابو سيان، منصور نشرت انا وياه بيبر في مجله سكوبس كيو 2 يعني، وكانت بيبر رائعه جدا، عمل ماتيماتيكال موديل للباور بلانت لاربعه او خمسه من الباور بلانت الموجوده في الاردن، طلع داله التكلفه بتاعها بناء على المعلومات اللي توفرت له. استخدم الارتفيشال انتليجنس والجينيتك الجوريثم بعدها بانه هو يقلل الاوفر اول كوست بتاع التوليد في الاردن الى الحد الادنى استنادا على سعر الكهرباء في الاردن واستنادا على الماتيماتيكال موديل اللي هو داره. طبعا هو الماتيماتيكال موديل ما زال ماهوش دقيق بحكم ان شغله بتاع
سمسترين يعني. لكن هو كبداية أعتقد أنه شغل ممتاز وشفنا منه في مجلة، مش حتى مؤتمر، في مجلة معتمدة. فهذا واحد من الطلاب اللي تخرجوا يعني قضوا مشروع تخرجوا معي. فال يعني لما تقننها من ناحية رياضية هتبدأ الحسابات بشكل منطقي، هتبدأ كل حاجة موثقة بشكل أحسن، غير ما تبعد أنت إيش عبارة عن أنك أنت تعمل سيلكشن وتخمينات ما فيش لها داعي. فبالتالي ضروري عملية الماثماتيك الموديلينج هذه ضرورية لتنظيم عن البروسيجر أو عشان تحصل على سيستماتيك أبروتش لموضوع إيش، موضوع الإرسال الاقتصادي أو التشغيل الاقتصادي لوحدات التوليد المختلفة الموجودة في الشبكة. لأن مرات ما يكونش عند السيستم، مش بالضروري يكون بالشكل هذا، هو السيستم فيه مئات اللاينز، يعني عشرات وحدات التوليد، مئات الترانسميشن لاينز، مئات الأحمال، تبي تستخدم التخمين هذا مش حيمشي معاك، مش حتوصل للحل هنا. Also under normal operating conditions the capacity of total generation is more than the system load and buffer. Therefore, there are many options for possible ways for scheduling the generation. لجدولة أو لتنظيم التوليد. In a practical interconnected power system, the target is to find the real power generation out of each turbine plant so that the total operating cost is minimal. ولا total, yes, total operating cost is minimal. خلينا نحن ضربنا إن شاء الله. This means that the various generators in the power system are allowed to change their amount of output power within certain practical limits in order to minimize the total operating cost. In this part of the course, we will study the economic dispatch for power system and applied mathematics point of view. طبعا عملية الماتيماتيكال اوبتمايزيشن او الامثلة الرياضية هذا يعني يعتبر تخصص الحال، يعني انت ما عندكش انت دالة التكلفة بس اللي تهمك، انت دوال واجب في حياتك، انت تستخدم الرياضيات بدون ما تشعر في حياتك، يعني دوال واجب في حياتك موجودة تستعملها في الماتيماتيكال اوبتمايزيشن بدون ما تندري. يعني مثلا دالة الافشنسي يهمك انها تكون اقصى ما يمكن، دالة التكلفة يهمك انها تكون اقل ما يمكن، دالة الفوضى كيوس يهمك انها مثلا تكون اقل ما يمكن، يعني والعديد من الحاجات الاخرى، اي مشاكل في حياتك تحاول انك تقللها الى الحد الادنى. فبالتالي انك تجيب وصف رياضي للموضوع هذا يساعدك انك انت تحصل على طريقة نظامية في انك انت يعني تعالج المشكلة هذه. في كتاب للي حاب يتوسع في مجال الماتيماتيكال اوبتمايزيشن، وانا دائما نحب نعطي تايتل للكتب، والكتاب هذا موجود على حتى على موقع المؤلف، معطيه فري موقع جامعه ستانفورد وموفرته فور فري. الكتاب اسمه كونفكس اوبتمايزيشن، الامثله المحدبه، كونفكس اوبتمايزيشن، لمؤلفه ستيفن بويد، المؤلف بتاعه ستيفن بويد، بروفيسور في جامعه ستانفورد. الكتاب متوفر من جامعة ستانفورد فري إلكترونيك بوك تقريبا. هو إذا كان الله أعلم إذا كان في منا يعني هارد كوبي ولا لا، ولكن أنا عندي الكتاب هذا اللي حابب يدرس. كتاب رائع جدا، زي ما قلت لك الأمثلة الرياضية تحسن نمط تفكيرك المنطقي في حياتك بصفة عامة، مش بس في تشغيل اقتصادي ولا غير اقتصادي. يعني نحن زي ما قلت لك إن في بعض الحاجات نحتاج للرياضيات نحن لتحسين نمط الحياة بتاعتنا. فزي ما قلت لك انت ان الامثله الرياضيه هذا موضوع لو دخلت فيه ممكن ما عادش تطلع منه، ممكن حتكمل عمرك تبني عمرك وانت تقرا فيه. والانجينير الفرق بينه وبين الماثماتيشن ان الماثماتيشن يحل المشكله الرياضيه او يطور في علم الرياضيات، ولكن الانجينير ياخذ الرياضيات ويفهمها ويطبقها على الواقع، يتخيلها على الواقع. يعني يحتاج الموضوع الى شويه ايماجينيشن، يحتاج الى imagination. تمام. طبعا زي ما قلنا نحن بالنسبه للبيسك فورمات للماتيماتيكال اوبتمايزيشن، هي انك انت يعني البيسك فورمات للماتيماتيكال اوبتمايزيشن انك انت تتفاضل وتطول بالصفر، تتفاضل الداله
زادت التكلفة وتسويها بالزيرو. زي ما كنا نعمل لو الماكسيموم تورك ديريفيشن في الماشين تو للاندكشن موتر، وزي ما كنا نعمله في الماكسيموم باور ترانسفير سيركت 2 وسيركت 1 ماكسيموم باور ترانسفير. القانون هذا بتاع بي ثابت التربيع على 4 ثابت ويرت الروت فروم، هو مشتق من الامثله الرياضيه، مشتق من تفاضل داله الباور ومساواتها بالصفر. ولكن لما تقعد انت عندك انت الداله هذه along with other along with other function وداله معقده، فبالتالي عمليه انك انت تفاضل وتساوي بالصفر ما عادش تكون افشل، ما عادش تكون مجديه، حتاخذ منك وقت واجد. ونحن في الايكونوميك ديسباتش بالذات، الايكونوميك ديسباتش يتم بشكل اوتوماتيكي مفروض من الباور سيستم من الانرجي كنترول سنتر، يعمل لود فوركاستنج او توقع للاحمال بعد ساعه مثلا او بعد ساعتين من توا، واستنادا عليه يعمل ادجستمنت تعديل في وحدات التوليد. فلو ان داله التكلفه بتاع الباور سيستم اللي هي حتكون معقده جدا يبدا يفاضل فيها ويساوي فيها بالصفر، ما عادش ما عادش تحل المشكله، ما عادش تقعد يعني ما يقدرش عليه ما هو حل المشكله وتحصل على عدد وحدات التوليد اللي خلنا الكوست منهم، حيكون الكوست مع حمل متغير اصلا، حيكون الحمل متغير الى داله الى يحتاج الى اعاده تفاضل من جديد وهكذا. فاذا نحتاج الى سيستماتيك ابروش في نفس الوقت تكون سريعه، تكون سريعه في ان هي تطلع لي الحل بشكل ريزونبل للارج كومبلكس انتركونكتد باور سيستم. رساله الماجستير بتاعي انا درتها على الايكونوميك ديسباتش لبعض الوحدات، ولكن درتها بالارتفيشال انتليجنس، درتها بالارتفيشال نيورال نتورك، وقارنت بينها وبين طريقه ثانيه ايتريتيف اوبتمايزيشن تكنيك اسمها اللينير بروجرامينج، البرمجه الخطيه. طبعا تبين لي ان كل وحده فيها مزايا ولها عيوب، ولكن كانت مقارنه تبين لي فيها ان الارتفيشال انتليجنس او الارتفيشال نيورال نتورك اسرع بكثير من اللينير بروجرامينج. ولكن لان الداتا اللي يقع فيها اللينير بروجرامينج اوسع، ولان الميكانيزم بتاع الرياضيه مبنيه على قوانين الفيزياء اللي موجوده في السيستم، فهو اكثر دقه من النيورال نتورك، اكثر دقه من النيورال نتورك. طيب النقطه هذه بالذات، ولكن مش دائما طبعا النيورال نتورك عاده ما تكون في الموديلنج تكون ادق من بقيه الطرق، ولكن هذه لان حتى الداتا اللي دربت بها النيورال نتورك كانت روتد من اصلا من لينير بروجرامينج. هذه ما هيش ميزه حدات في اللينير بروجرامينج، ولكن زي ما قلت لك لو تغيرت ظروف التشغيل بشكل اكستريم لقيت ان اللينير بروجرامينج حيكون ادق. anyway الماتيماتيكال اوبتمايزيشن هذا بحر من بحور العلم، لو دخلت فيه انت تحب انك انت يكون عندك قراءات في المجال هذا، وراه كل ما تقرا كل ما تطور من نفسك، يعني حتى في فرص العمل اللي جنك مش حيبحثوا في الشهاده بتاعك وخلاص، يقدروا معك مقابله ويسالوك ويتاكدوا هل يعني هل الانجينير اللي قدامنا هذا فعلا يحمل شهادته ولا بس يعني شهادته هي اللي تحمل فيه. ضروري انت ضروري تكون عندك انت قراءات بحيث انك انت تكون متوسع في المجال هذا، حتى لما يعطوك لما يسالوك تجاوب بشكل موثق. فاللي يبي منكم الكتاب هذا بتاع الكومبلكس اوبتمايزيشن بتاع ستيفن بويد قاعد عندي، واي هاف بيرميشن، يعني مش اي هاف بيرميشن اوريدي، هو موجود يعني في جامعه ستانفورد وتعطي فيه يعني. فاللي بياخذ منهم اكتب في الجوجل كومبلكس اوبتمايزيشن بي دي اف ستيفن بويد، حيطلع لك من جامعه ستانفورد حددها موفرتها فري لجميع الطلاب الدكتوراه وطلاب الماجستير والمهندسين والباحثين. فنحن بالماتيماتيكال اوبتمايزيشن اللي هي الصوره البسيطه لها تفاضل مساوي بالصفر، مش نقدر على الصوره هذه، نحن بنطور من الموضوع بحيث انه يكون كان بي سولفد باي كمبيوتر ويزن فيو مينت، بحيث انه تقدر تطبقه بشكل مباشر في العمل، تقدر تطبقه في الانرجي كنترول سيستم والسكادا بشكل عملي بدون اي مشاكل. اللي هي ننتقلوا الى حاجه ثانيه اللي هي الايتريتيف اور نيوميريكال اوبتمايزيشن. ايتريتيف اوبتمايزيشن الامثله الرقميه يحول لك المشكله من ماتيماتيكال اوبتمايزيشن الى ايتريتيف اوبتمايزيشن، مشكله تكراريه يحلها بطرق التكرار بتاعت لاجرانج مالتي بلاير وال
generating limit is presented. في البداية نحن حندرسه الإيكونوميك ديسباتش أو الإرسال الاقتصادي لوحدات التوريد حندرسه من لما يكون عندنا ال يعني من لما يكون عندنا يعني وحدات التوريد unlimited ولد اللي تبي تولده. ولكن هذا عمليا طبعا رياضيا جماعة الرياضيات عادي مع مش حي يعني حيحل لك المشكلة رياضيا وحد. ولكن المهندس حيفكر من ناحية العملية وحيقول إن لا وحدات التوريد هذين فيهم انرجيا تقدر تولد منها في منهم في لهن كينيتيك انرجي مع لا تستطيع انك تتجاوزها مهما عطيتها من ميكانيكال فورس ومهما حرقت من فيول البادي بتاع الجنريشن ما عادش يقدر يعطيك قدره اكثر من هيك خلاص حجم المولد وحجم التوربين ما عادش يقدر يعطيك اكثر من هيك خلاص مهما حرقت من فيول والنيتشرال جاز تمام علاوه على ذلك في مينيموم للقدره في مينيموم للقدره اللي طالعه من الباور بلانت بحيث انه يكون السيستم اوبريتر يعني يستمر في الاوبريشن بمعنى مثلا على سبيل المثال البويلر الغلايه البويلر هذا الموجود في الباور بلانت من لما تخفض القدره حينخفض معاك البريشر والتمبراتشر وحيرتفع عندك الووتر ليفل لو ارتفع الووتر ليفل بحيث انه يوصل عند المستوى اللي يدخل فيه يطلع التربينة ومبلل ريش التربين خلاص لأن التربين مصمم إنه يستقبل بخار جاف مش مصمم إنه يستقبل مية وهكذا ريش بتاع التربين فحيصير فيه deterioration عشان تعمل stable operation للبلانت ضروري يكون عندك minimum عشان تتفادى ارتفاع الووتر ليفل داخل البويلر تمام عشان تتفادى ارتفاع الووتر ليفل داخل البويلر وغيرها في اسباب كثيره في الناتشرال جاز وهذيك عندك انت مينيموم وماكسيموم لكل وحده توليد ضروري تضمنه في المشكله الرياضيه بتاعك ضروري تضمنه في المشكله الرياضيه بتاعك المشكله الرياضيه في البدايه حندرسوها بدون وحدات بدون حدود الوحدات التوليد وبعدين حندرسوها مع اقترانها بوحدات التوليد وبعدين حندرسوها مع تاثير اللوسز لأن نحن ندرس قلنا matching generation to load matching generation to load ما في لوسز في النص ضروري الجنريتور معناها مش يعطي لود بس يعطي اللود واللوسز وهل اللوسز اقل ما يمكن؟ هل اللوسز في مجال انها تخلوهن اقل ما يمكن؟ حندرس الموضوع هذا ان شاء الله بالتفصيل في المحاضرات الجايه طبعا عندنا هنا فاينلي this chapter the computer implementation of the economic dispatch حنعطي project كامل على الملاحظه باستخدام الباور وات سيميليتر وباستخدام المطلب والبيخ القارن بيناتهم يعني القارن بين المطلب والباور وات سيميليتر حنوريها لكم ان شاء الله عندنا شيء وقتها طبعا زي ما قلت لكم انتم حندخلوا تو في الماثيماتيكال بيزس واللي هو برسبكتيف انا بفضل ان هذا اخليه محاضره جايه انا قدرت نعطيه المحاضره هذه ولكن انت واصل في نهايه المحاضره تو مازال 10 دقائق بينتهي وقتها انت واصل في اللويست افشنسي بتاعك تحتاج انك انت ترتاح وهذه فزي ما قلت لك انت بالنسبه للمحاضره بالذات انا ما نحبش نعطي موضوع يكون انتربتد، كل موضوع نعطيه بروحه، لو نحن المحاضره هذه نسميها تبرير ليش نحن نبغوا تبرير لدراسه الكورس هذا، ليش نحن نبغوا ندرسه بسيستم ايكونومكس؟ ليش نبغوا ندرسه اقتصاديات ازمه القدره؟ ليش ما نبغوش نخلو ليش مش هدفي انا كمهندس اني نخلي 100% رينيبل؟ ليش الرينيبل ما زالت قاعده مع الفصل فيول يونت في احدث الدول المتطوره من ناحيه التكنولوجيا؟ هذه كل انت باجابتهم في المحاضره هذه. كذلك بالنسبه للسؤال اللي يعتبر من اهم الاسئله الا وهو هل يكفي انك تشغل القطارات؟ لا. في احتمال معين من ضمن التشغيلات الواجد اللي انت ممكن تقترحها ان يكون عندك التشغيل اقل ما يمكن. الطريقه هذه ما تكونش بالاراء الشخصيه والذوق الشخصي لا هنا 500 هنا 700 هنا 1000 لا تكون استنادا على سيستماتيك بروسيجر عن طريق رياضيات مش حنلجا للرياضيات في الحاله هذه والمهندس هو اللغه بتاع الرياضيات اصلا حنلجا للماثيماتيكال اوبتمايزيشن الماثيماتيكال اوبتمايزيشن هذا مفروض يعني مش حتى كورس بروحه علم متخصص بروحه من ضمن التخصصات الرياضيه الامثله الرياضيه فاللي حاب يتوسع في المجال هذا او يقرا حتى بعد ما تخرج المفروض يكون عندك مكتبه انت تقرا منها وتوسع في المجال هذا لعلك ترد بها وكذلك اصلا الماثيماتيكال اوبتمايزيشن يعني انا مستعمل فيه في حياتي العمليه مستعمل فيه اصلا يعني
تعرفين انت حتلقى روحك انت بعد ما تقرا الكتاب هذا بالذات حتلقى روحك انت تنظر لكل مشكله في حياتك تنظر لها انها ماتيماتيكال اوبتمايزيشن بروبلم. بس على حسب الموديل اللي في دماغك انت، مرات يكون منتال موديل نيور براين، مرات يكون ماتيماتيكال موديل انت كتبته بالكيرف فيتنج ولا درت سيستم ايدنتيفيكيشن ولا المنتال موديل طبعا يعني بنتاخذه فيه لما نسوق في سياراتنا ولما يعني نمشي في البيت بنعد ندير قهوه ولا كذا، هذا منتال موديل انت دايره للبيت والخريطه بتاع بيتك وطريقه قيادتك للسياره من اول ما تدخل ليش دخلت المفتاح بشكل مباشر، ليش ما بدأت تبحث وين مكان المفتاح او مثلا يعني قعدت كذا ليش، لان هذا كله منتال موديل انت كرييتد ان يور مايند تو هاو تو ديل وذ يور كار. طبعا خلينا موضوع المودلينج هذا خليته نحكوا عليه بالتفصيل، ولكن انا زي ما قلت لكم انا ما نحبش نعطي موضوع انتربتد. الايكونوميك ديسبتش لا يتم بالاراء الشخصيه، يتم عن طريق ماثيماتيكال اوبتمايزيشن بروسيجر. هذه ان شاء الله حنعطيها نبدا نعطيها بالتفصيل المحاضرات المحاضره الجايه ان شاء الله. لو انا حنستقبل اسئلتكم اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار بخصوص الكورس، اذروايز يعني يعطيكم العافيه وبارك الله فيكم. اذا حد منكم عنده اي سؤال مرحبا بي. لا يوجد اي سؤال؟ دكتور بس بعد اذنك مش سؤال تعليق. من؟ ايش؟ نعم؟ يعطيك العافية. الله يعافيك، خلاص بعد كم سنة لبين اسأل انا. ايش؟ نسألك انا. انتوا قلت لك ما فيش اي سؤال، معناها انتوا فاهمين. تمام دكتور فاهمين كله تمام دكتور فاهمين تمام باقي نسأل كمان اكيد تمام. هل تتوقع ان مثلا الاقتصادي التشغيل الاقتصادي يكون مقتصر على جهه التوليد بس؟ لا دكتور لا يعني مقتصر على التوليد والتوزيع صح ولا والنقل كذلك صح ولا لا؟ صح ممكن كمان مصادر الطاقة مصادر الطاقة نحن نحكي تو حكينا من وجهة نظر التوليد ما جيناش للتوزيع ولا شيء. فزي ما قلت لكم انتوا ان الإجابة صحيحة ان الاقتصاد قدرة يتجاوز من وجهة نظر التوليد والتوزيع، ولكن ليش ركزت على التوليد نحن؟ لأن يعني التوليد هذا هو اللي تكون فيه الخسارة بلاوي، يعني لو أنك أنت ما شغلتش بشكل اقتصادي، لأن كله يعتمد على مصادر ثانية للطاقة أو يعني انرجي ريسورس ثانية سواء كان من قوى الطبيعة أو من مصادر المحروقات المصادر هذه. فلذلك الجزء الأهم من الاقتصاد منظومات القدرة، الجزء الأهم واللي هو المور اكسبنسيف ذا موست اكسبنسيف بارت يعني هو جهة التوليد، اللي لو أنك أنت ما اهتمتش بها حتكلفك بشكل كبير جدا. بعدين نحن ننظر لها مش من وجهة نظرنا نحن ككستمرز بس، نحن ننظر لها من وجهة نظر الإلكتريك يوتيليتي، من وجهة نظر شركات الكهرباء، من وجهة نظر شركات التوليد اللي هن يشرن في فيول ويبيعن في طاقة كهربائية. أتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضرة، وزي ما قلت لكم أنتم أنا الساعة المكتبية من 11:30 ل 12:30 من أحد للخميس، ولكن هذه شكلية بس أنك أنت في أي وقت حابب أني أنا أتقابل معك ممكن تبعث لي مسج وقول لي أنا أتقابل معك إيميل كذا هني نحدد موعد معك على الزوم ونخش أنا وياك ونحكي لك عادي ونشرح لك ما فيش بدون أي مشاكل. ولكن من 11:30 ل 12:30 هذه افيلبل فيه ان شاء الله، يعني دغري مباشره ندخلوا على واحد من اللينكس بتاعت انا حندير اللينك بتاع الساعات المكتبيه راح نديره وحنضيفه الى الى الاي ليرنينج. تلقى هذا اللينك قاعد في الاي ليرنينج، بمجرد ما تدير لي اخبار بس ان انا نبي ساعات مكتبيه ندخل عليه ونخش انا وياه. غير هذا مش مناسب لك الوقت هذا نحدد معك موعد ثاني تمام؟ زي ما قلت لكم انتم محاضره الاثنين او محاضره الاربعاء تلقوهم في خانه الريسورسز اللي موجوده في الاي ليرنينج. ما فيش داعي كل مره انا ابعث لك اللينك خلاص. خانه محاضره الاثنين دير كليك على محاضره الاثنين تلقاها في الاي ليفل او دير انرد للايميل بتاعك اللي انا بعثه لك اول واحد، مش هنرد ونبعثه من جديد خلاص.
ابي جاي ابعث لك لينك في كل المحاضره، المحاضره الجايه بدون لينك، بدون ما ابعث لك لينك، خلاص ادخل على الايلامي وشوف انت الماندي في قائمه الريسورسز، حتلقى الماندي حتلقى الماندي لينك تدخل عليه، تدخل على المحاضره مباشره، او الاول ايميل بعث لك يلا حل ادريد وادخل منها من دائم. فخلاص ما فيش عشي لينكات، ما تنتظرش مني لينك، ادخل على الايلامي حتلقى اللينك اللي هو ريكارينج ميتنج. اتمنى تكونوا استفدتوا بالمحاضره، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير، ويعطيكم العافيه، في امان الله.